موضوع محاضرة اليوم separation of variables أو Fourier. الآن عندي هون الهيت equation U sub T بتساوي ألفا تربيع U sub XX. الآن بنأخذ X finite من صفر لL زي ما كنا راسمين سلندر هاي اللي هون من صفر لL. معنى اني احل الهيت اكويجن معناها اني اوجد يو اوف اكس تي، يعني اني اوجد درجه الحراره ان ذيس رود في هذا السلندر عند اي نقطه اكس في اي لحظه من الزمن. هون ماخذين فيرست كايند اوف باوندري كونديشنز هوموجينيوس. مشان استخدم سيبريشن اوف فيربز لازم المعادله تكون هوموجينيوس. المعادله بتكون نون هوموجينيوس لما بيكون هون في زائد some function of xt. هاي الفانكشن بتخلي المعادله هوموجينيه. مشان استخدم separation of variables لازم المعادله تكون homogeneous والباوندري كونديشن تكون برضه homogeneous. اذا هاي first kind of boundary condition قلنا معنى انه يكون صفر وصفر، يعني انه عندي عزل حراري على الاطراف. عندي هون في عزل حراري عند الصفر وعزل حراري عند ال L. وهاي الانيشال كونديشن u of x0 بتساوي phi of x some function of x. إذا هاي الانيشال تمبريتشر. يعني الآن separation of variables الفكرة تبعتها إني أعتبر الحل u of x t هو some function of x مضروب في some function of t. فلاحظوا الآن المعادلة اللي هي u sub t، يعني شو مشتقة هاي u بالنسبة ل t؟ بتكون ال x ثابت، يعني بتصير x t prime، واليو اكس اكس بصير اكس دبل برايم تي. هاي يو سب تي اكس تي برايم، يو سب اكس اكس برايم تي، يو سب اكس 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 دبل برايم تي. الان بنعوض بالديفرنشال ايكويشن. مكان يو سب تي اكس تي برايم هي ايكوالز الفا تربيع، مكان يو اكس 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 دبل برايم تي. الآن بدي أخلي التيز لحال والإكسز لحال، بقسم الطرفين على ألفا تربيع إكس تي، بصير هذا الطرف تي برايم على ألفا تربيع تي، وهذا الطرف إكس دبل برايم على إكس، يعني بتروح الألفا تربيع والتي محاي وهي. إذن متى بتتحقق هذا الإشي إنه something إذا بشتقه بالنسبة لتي مرة وبقسم على ألفا تربيع تي بيساوي نفس الإشي لما أشتقه بالنسبة لإكس مرتين وبقسمه على إكس. هذا الإشي مش ممكن يتحقق إلا كان إنه هذا الإشي كونستنت، مشتقته بالنسبة لتي صفر، مشتقته بالنسبة لإكس صفر. إذا هذا الإشي بتحقق إذا كان بيساوي the same constant. إذا أجينا الطرف الأيسر تي برايم على ألفا تربيع تي سويته بسيجما، بحصل على المعادلة الأولى t برايم ماينس سيجما الفا تربيع t بيساوي صفر، والترم الثاني x دبل برايم على x بيساوي سيجما، اذا بنحصل على المعادله x دبل برايم ماينس سيجما x بيساوي صفر. اذا طلع عندي هاي t بتعتمد على t سمول وهاي x بتعتمد على x سمول. عندي طلع two ordinary differential equations. الان حل التو هذول هاي المعادله وهاي المعادله بيعتمد على ايش هي سيجما، هل هي بتساوي صفر موجبة أو سالبة. خلينا نأخذ الثلاث حالات. لما سيجما بتساوي صفر إذا بصير مثل المعادلة الثانية x دبل برايم بتساوي صفر كامل، أول مرة بصير x برايم بيساوي كونستنت كامل، ثاني مرة بصير x بيساوي كونستنت في x زائد كونستنت. وهذا الحل unbounded، يعني as x goes to infinity وروح infinity. إحنا بنبحث عن حلول دائما تكون bounded وتكون غير صفرية، يعني we are seeking only bounded solutions and non-trivial solutions. الآن لما سيجما موجبة مثلا المعادلة الأولى بتصير t prime minus أو تساوي سيجما ألفا تربيع t، وبالتالي t of t بتساوي e قوة كام e to the power سيجما ألفا تربيع t، وهذا برضو الحل unbounded as t goes to infinity. إذا نأخذ لما سيجما نيجاتيف وللملائمة نفرضها ماينس
لامدا سكويرد. فبغض النظر عن لامدا موجبة ولا سالبة، هذا سيجما دائما نيجاتيف لوجود الإشارة السالبة هون، هاي لما سيجما نيجاتيف. بصير المعادلة الأولى تي برايم زائد ألفا تربيع لامدا تربيع تي بيساوي صفر، هاي حلها إي قوة ماينس لامدا تربيع ألفا تربيع تي وهي باوندد أس إيكوالز إنفينيتي بتروح للصفر. والمعادلة الثانية الكاركتريستيك كويجن لها ار تربيع زائد لامدا تربيع بيساوي صفر، اذا الجذرين هما بلس ماينس اي لامدا، فبالتالي اكس اوف اكس بيساوي كونستانت كوساين لامدا اكس زائد كونستانت ساين لامدا اكس. الان بنيجي على الباوندري كونديشن مشان نوجد هذول الكونستانت اي وبي. الباوندري كونديشن الاولى بتقول لي يو اوف زيرو تي بيساوي زيرو، يعني x of 0 في t of t بيساوي 0، يعني يا اما ال x of 0 بتساوي 0 يا اما t of t بيساوي 0. لان هون مكتوب مستحيل تكون t of t بيساوي 0 لانه بتناقض مع الفرض، مش كثير واضح الحل. الان لاحظوا ال x of 0 اللي بتساوي 0 مش t of t اللي بتساوي 0، لانه لو t of t اللي بتساوي 0 وانا فارض انه u الحل بيساوي x of x في t of t، فلو t of t بيساوي 0 معناته u of x t بيساوي 0 for all x and for all t. لكن الـ initial condition بتقول لي ان الحل at least ل t بتساوي 0 بيساوي phi of x، يعني impossible يكون u of x t بتساوي 0 for all x and for all t. ليش؟ لانه الـ initial condition بتقول انه الحل على الاقل تي بتساوي 0 بيساوي فاي اوف اكس. طالما انه امبوسيبل تكون التي اوف تي بتساوي 0 معناته الاكس اوف 0 اللي بتساوي 0. نفس الشيء هذا الحكي ينطبق على الباوندري كونديشن الثاني، ما بصير التي اوف تي تساوي 0 لانه بتكون يو بتساوي 0 فور اول اكس اند فور اول تي. اذا بنستنتج انه اكس اوف ال بتساوي 0. الباوندري كونديشن الاولى انه اكس اوف 0 بتساوي، بنعوض هنا في الاكس اوف اكس، ساين الزيرو زيرو كوساين الزيرو واحد، اذا a تساوي زيرو نستنتج منها. نيجي على x of l بنعوض ال l، طالما انه ال a زيرو هاي زيرو، اذا بضل عندي b ساين لامدا l، بصير b ساين لامدا l بتساوي زيرو. لو ال b بتساوي زيرو وانا اوريدي اوجدت ال a بتساوي زيرو معناته ال x of x بتساوي زيرو، وبالتالي ال u بتساوي زيرو، واحنا قلنا احنا بنبحث عن الحلول غير صفريه. إذا ما بصير البي تساوي زيرو لأنه already الـ A زيرو، فبالتالي بتكون الـ X of X زيرو، وهذا الحكي مرفوض. إذا الساين لامدا L اللي بتساوي زيرو، إمتى الساين بتساوي زيرو؟ عند الـ M باي، يعني عند الـ باي وكل مضاعفات باي 2 باي إلى آخره. فطالما إذا هاي هون زيرو بتساوي بي ساين، قلنا البي ما بتساوي زيرو، فبالتالي ساين لامدا ال بتساوي زيرو، اذا لامدا ال بتساوي ان باي، اذا لامدا ان بتساوي ان باي اوفر ال، ان باي اوفر ال، هذول بنسميهم ذا ايجن فاليوز. فبنيجي بنعوضهم هون في الاكس اوف اكس، فبيكون عندي الاكس اوف اكس هي ساين ان باي اكس اوفر ال، هذول بنسميهم ذا ايجن فانكشنز. اذا ذا ايجن فاليوز هم ان باي اوفر ال، اند ذا ايجن فانكشنز هم ساين ان باي اكس اوفر ال. فبالتالي الحلول اللي هي يو ان اوف اكس تي بتساوي اكس ان اوف اكس في تي ان اوف تي. الان الاكس ان هي ساين ان باي اكس اوفر ال، والتي ان انا من هون موجدها التي، هيها تي اوف تي بيساوي ماينس لامدا تربيع الفا تربيع تي، بنعوض مكان اللامدا ان باي اوفر ال، بصير ان تربيع باي تربيع على ال تربيع. هيها ماينس ان تربيع باي تربيع على ال تربيع هون الفا تربيع تي. اذا كتبنا هذول كل الحلول على شكل سيريز، فبيكون السميشن من ان بيساوي 0 لانفينيتي كوفيشنس اي ان في هاي الاي ماينس ان تربيع باي تربيع الفا تربيع على ال تربيع تي في ساين ان باي اكس اوفر ال. الان ظل خطوه وحيده ان اوجد الكوفيشنس اي ان. تعلمتم 204 انه مشان اوجد الكوفيشنس باجي بستخدم الاورثوغوناليتي للساينز وبضرب
طرفي هاي المعادله، يعني هاي اللي عندي يو اوف اكس، هاي الانيشال كونديشن يو اوف اكس 0 بتساوي فاي اوف اكس وتساوي، عوض الان مكان التي 0 هون بتروح هاي بضل اي ان ساين ان باي اكس اوفر ال، هي اي ان ساين ان باي اكس اوفر ال. مشان اوجد هاي الاي ان بضرب في ساين ام باي اكس اوفر ال وبكامل من صفر ل ال. اذا هاي يعني الميثود اخذتوه في 204 بس حتى لو ناسينه. اذا مشان اوجد الاي ان بستخدم الاورثوغوناليتي للساينز، لانهم اين ساين في اين ساين بيساوي زيرو التكامل من صفر ل ال ما عدا لما ام تساوي ان، بصير عندي ساين تربيع بحول على ايدنتيتي اللي هي نص ناقص نص كوساين ضعف الزاوية وبكامل. إذن هون بهذا الطرف بصير هون تكامل من صفر ل ال فاي اوف اكس ساين فاي اكس اوفر ال دي اكس، وهون بصير تكامل من صفر ل ال في السميشن اي ان ساين ان باي اكس اوفر ال في ساين ان باي اكس اوفر ال. هذا التكامل بيساوي صفر ما عدا لما ان بتساوي ام راح يساوي ال اوفر 2. إذن هذا راح يساوي نص من صفر ل ال اي ان، يعني هذا التكامل واحد لما ام تساوي ان وزيرو لما ان لا تساوي ان. فبنعوض هون بصير يعني تكامل اكس من زيرو ل ال، اذا ال ال في نص ال اوفر 2 اي ان. اذا الاي ان شو بتساوي؟ هاي الطرف الايسر تساوي 2 اوفر ال في تكامل من صفر ل ال phi of x sin m by x dx over l. اذا هذا هو الحل u of x t للهيت equation. بضل عندي بس الخطوه اللي هي اني اعوض مكان ال n من هون من هذا التكامل، هاي الفاي اللي هي الانيشال تمبرتشر بجيبها من الانيشال كونديشن. هاي اكزامبل u of 0 t بتساوي الفا تربيع u x x x من 0 ل l، وهي الفيرست كايند اوف باوندري كونديشن، وبدل فاي اخذنا 4 ساين 6 باي اكس. اذا ان باي اوفر ال اللي هو احنا موجود هناك بتساوي 6 باي، يعني ان شو بتساوي؟ ان يعني الحل موجود فور ان تساوي 6. فالحل موجود، اذا هاي الاربعه اللي هي بتكون اي 6 الكوفيشنتس، الكوفيشنت اي 6 هي هنا احنا للتاكد انه هذا الحل صحيح ولا لا. هاي الاي 6 عوضنا 2 اوفر ال تكامل من صفر ل ال 4 ساين 6 باي اكس في ساين ان باي اكس اوفر ال، وهذا بيساوي هاي القيمه 2 اوفر ال في 4 نص اكس من صفر ل ال وتساوي 4. هاي اذا هذا الشيء اللي مكتوب هون هذا للتاكد، اما احنا على طول بنكتب الحل، اذا الحل راح يكون موجود فقط فور ان تساوي 6. الاي 6 بيساوي 4 هيها، اذا بنرجع على الحل اللي هو السيريز هذا وبنعوض مكان الان 6 بصير ناقص 6 تربيع 36، اذا بصير ناقص 36 باي تربيع الفا تربيع على ال تربيع تي ساين 6 باي اكس اوفر ال. هي طبعا هنا على اساس انه اخذنا ال1 فبيكون 36 باي تربيع الفا تربيع تي ساين 6 باي اكس، على طول نكتب الحل. يعني هاي مثال اخر، هاي الاكس بنص يعني ال اخذناها 1، هاي الهيت اكويجن والفيرست كايند اوف باوندري. هون عندي 2 تيرمز، هذا التيرم الانيشال النص ساين 2 باي اكس، وهون 1 على 7 ساين 4 باي. اذا الحل راح يكون موجود فور ان تساوي 2 اند فور ان تساوي 4. اذا a2 بتساوي نص و a4 بتساوي 1 على 7، اي a2 تساوي نص a4 تساوي 1 على 7. اذا نيجي للترم الاول نكتب الحل، اذا هي النص اي قوه ماينس ان تربيع 2 تربيع 4 باي تربيع، هون لاحظوا انه الالفا تربيع 1 اللي مضروب اكس يو اكس اكس، اذا بنحط 1 والال 1 يعني كاني بقسم على 1. اذا اي قوه ماينس 4 باي تربيع ساين 2 باي اكس. بالنسبه للترم الثاني 1 على 7 هيها، قلنا الحل لان بيساوي 4، اذا اي قوه ان تربيع 4 تربيع 16 ناقص 16 باي تربيع تي ساين 4 باي اكس. كمان اكزامبل،
يو سب تي بتساوي يو اكس 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 من صفر لواحد، الان الفاي اوف اكس بتساوي اكس. لاحظوا لما بيكون ساين اذا على طول الحل معروف لانه الايجن فانكشن ساينز، لكن لما بيكون اني فانكشن اوف اكس بدي كامل بعوض بالفورمولا الاي ان هيها، هاي الفورمولا 2 على ال تكامل من صفر ل ال فاي اوف اكس ساين ام باي اكس اوفر ال دي اكس. اذا بنعوض الفاي اللي هي اكس هنا والال واحد، نحصل على هذا التكامل 2 تكامل من صفر لواحد اكس ساين باي اكس دي اكس. اذا هذا بكامله باي بارتس، هنا مش مكاملين، حاطين انه بيساوي سم بي، حاطينها بالكوفيشنس هون بي اي قوة ماينس باي تربيع الفا، لانه الالفا تربيع هنا واحد، اذا ماينس ان تربيع باي تربيع تي ساين ان باي اكس. اذا هنا مطلوب اني اكامل هذا التكامل. هنا بعض الفورمولات المهمة، اني كوساين في اني كوساين على سيمتريك انترفال بيساوي صفر لما ان لا تساوي ان، وبساوي ال لما ام تساوي ان لا تساوي صفر، وبساوي 2 ال لما ام تساوي ان بساوي زيرو. وهي بعض الايدنتيتيز هنا، وهذا تكامل الساين على سيمتريك انترفال. Transforming non-homogeneous boundary conditions into homogeneous one. الآن مشان أستخدم separation of variables بداية المحاضرة حكيت إنه لازم تكون المعادلة homogeneous والboundary condition homogeneous. الآن لما بتكون الboundary condition non-homogeneous بعمل الخطوة الأولى إني بحولها لhomogeneous، بعدين بستخدم separation of variables. فمثال عندي هنا بدي أحل هاي المسألة، راح أفرض الحل U of X T هو steady state solution زائد transient solution. steady state solution لانه يعني الحل بعد فتره طويله من الزمن، يعني as t goes to infinity، والترانزيت اللي هو بيعتمد على الانيشال كونديشن، يعني الحل لفتره زمنيه محدده. فراح يكون اليو اوف اكس تي هو k1 زائد x over l في k2 minus k1 زائد u capital of x t. فراح تطلع معي مساله جديده u capital sub t بيساوي الفا تربيع u capital with homogeneous boundary conditions، وهيك راح يكون شكل الانيشال كونديشن فاي اوف اكس ماينس هذا الستيدي ستيت سوليوشن كي 1 زائد اكس اوفر ال في كي 2 ماينس كي 1. هون هاي اللي على اليمين بتاكد انا من الحل. لاحظوا هاي هي اليو سمول اوف اكس تي، هيها شو بتساوي كي 1، هاي كي 1 نيجي بنعوض هون مكان الاكس 0 بتروح هاي 0 وتساوي زائد يو كابيتال اوف 0 تي. اذا اليو كابيتال اوف 0 تي شو بتساوي K1 minus K1 اللي هي صفر، هيها الآن U of LT بيساوي K2، عوض هنا مكان الـ X L بصير L على L واحد، بصير هون K1 زائد K2 minus K1. إذن K1 زائد K2 minus K1، لاحظوا أنه K1 مع K1 بتروح بظل K2، وهون في K2 بجيبها لهون بصير صفر. إذن بصير U capital of LT برضو بتساوي صفر، هيها. وبالنسبة للإنيشال كونديشن U of X0 بتساوي phi، وتساوي إذا عوضت الآن مكان T0 بصير U capital of X0 هنا، وهي بتظل زي ما هي. إذا U capital of X0 بتساوي phi ناقص هذا المقدار، أيها phi ناقص هذا المقدار، أيها مكتوبة هون بالمسألة. هاي example U sub T بتساوي ألفا تربيع U X X X بين صفر والواحد، إذن K1 4 و K2 10 والفاي X. إذا المسألة الجديدة على طول بنكتبها بناء على الفرض تبعي U capital sub T، بصير عندي homogeneous boundary condition، بصير initial condition X minus الآن K2 minus K1 X على L طبعا، يعني X في 10 ناقص 4 اللي هي 6x، اذا بصير 4 زائد 6x، اذا هنا x ماينس 6x ناقص 5x ناقص 4، اذا بصير الانيشال كونديشن ناقص 5x ناقص 4، هاي النيو. اذا هاي المساله بقدر احلها بالسيبريشن اوف فاريبلز، اما المساله هاي ما بقدر احلها بالسيبريشن لانها نون هوموجينيس باوندري كونديشنز. هون لو كان عندي الان الباوندري كونديشنز بالطرف الايمن مش كونستانت فانكشن اوف تي،
فهاي هنا بنسميها mixed boundary conditions، عند الطرف zero first kind وعند الطرف L third kind، هاي بنسميها mixed boundary. فإذا كان mixed boundary condition راح نفرض الحل U of XT هو A of T في واحد ناقص X على L زائد B of T في X على L زائد U capital of XT. الآن steady state solution S of XT اللي هو A of T في واحد ناقص اللي هو هذا اللي هون من دون U capital. ف S of 0T اللي هي بتساوي G1 of T اللي هي بتساوي A of T بنعوض مكان ال X 0، إذا ال G1 of T بتساوي A of T. الآن بنيجي بنعوض S اللي بالباوندري كونديشن الثانية الستيدي ستيت S sub X of LT زائد H S of LT بتساوي G2. من هنا بنطلع إنه ال B of T لازم تكون G1 زائد ال جي 2 على 1 زائد ال اتش. اذا اليو اوف اكس تي بتساوي جي 1 اوف تي في 1 ناقص اكس على ال زائد جي 1 اوف تي زائد ال جي 2 على 1 زائد ال اتش في اكس على ال في يو كابيتال. اذا المساله الجديده راح تكون هيك شكلها، يو كابيتال سب تي بتساوي الفا تربيع يو اكس اكس ماينس اس سب تي، يعني الستيدي ستيت سوليوشن مشتقته بالنسبه لتي هون، فبصير المعادله نون هوموجينيوس، بالتالي بقدرش احلها بالسيبريشن اوف فاريبلز رغم انه الباوندري كونديشن صارت هوموجينيوس، والانيشال كونديشن بتكون فاي اوف اكس تي ماينس الستيدي ستيت سوليوشن اوف اكس زيرو. اذا رايحين ناخذ طرق اخرى بعدين لاحقا كيف نحل النون هوموجينيوس، بس يعني حولتها لهوموجينيوس باوندري كونديشنز، بس ما بقدر استخدم السيبريشن اوف فاريبلز، بس عملت خطوه اني حولت النون هوموجينيوس باوندري كونديشنز لهوموجينيوس. هاي اكزامبل يو سب تي بتساوي الفا تربيع يو اكس اكس، يو اوف 0 تي بتساوي اذا جي 1 تي والجي 2 اي تو ذا باور تي. اذا الستيدي ستيت سوليوشن اي اوف تي في 1 ناقص اكس على ال زائد بي اوف تي في اكس على ال. الان عوض الزيرو اللي هي بتساوي جي 1 اوف تي، عوض هون مكان الاكس 0 بصير هون 1 وهون 0 بضل A of T. إذا A of T اللي هي A of T هاي مش AT، A of T بتساوي T، وال B of T اللي هي S sub X اللي هي ال B of T بتساوي T اللي هي J1 زائد L J2 اللي هي E قوة T على 1 زائد L H. إذا ال steady state solution بيكون شكلها ال A of T هيها T في 1 ناقص X على L زائد T زائد L E قوة T على 1 زائد L H في X على L، هاي هي ال B of T. وهيك شكل هاي هي المشتقة بالنسبة لتي، هاي المشتقة بالنسبة لتي اللي هي هاي الاس سب تي. لاحظوا لما بتشتق بالنسبة لتي بضل واحد ناقص اكس على ال هيها، وهنا بدي اشتق يعني واحد على واحد زائد ال اتش هيها، مشتقة التي واحد ومشتقة الاي قوة تي نفسها في اكس اوفر ال. اذا هاي هي اس سب تي، هاي الهوموجينيوس باوندري كونديشن، وهاي فاي ماينس ال هيها هاي المساله شو بصير اس اوف اكس 0. لما نعوض مكان التي 0 بالاس اوف تي، هاي بنعوض مكان التي 0 فبنحصل على هذا على هاي المقدار. اذا هاي المساله الجديده اللي قلت لكم ما بقدر احلها بالسيبريشن اوف فاريبلز، بس هاي بتكون with homogeneous boundary condition. الله يعطيكم العافية. مين عنده أي سؤال أو أي طلب؟ يوم إن شاء الله يعني الثلاثاء بعد المحاضرة يوم الثلاثاء بعطيكم الهومورك الأول، راح أكتب لكم الهومورك على الواتساب. تمام دكتور الله.